هنحط المواد الجاف الاول كده. انا حطيت الدقيق، رشه ملح والسكر والخميره، هقلبهم الاول. بعد كده اللبن الدافي هنزل بيه، انا مش هحط الكوبايه كلها عشان اشوف اخبار العجينه ايه. وهنا يعني بعد ما خلصنا الحرب مع الجوانتي وعدلنا العجينه كده، طبعا انا يعني عملتها بايدي بقى من غير جوانتي يعني، وبعدين رجعت لكم ان الجوانتي طلع روحي صراحه. المهم يعني فهنسيبها ترتاح ساعه وبعدين نكمل شغل فيها ونرجع لكم. هغطيها طبعا يعني، تمام، طبعا غطيها بقى بمايش، بفوطه، بوع استريتش زي ده كده، وهنسيبها لمده ساعه ونرجع لكم ان شاء الله. طيب ورجعنا لكم بعد العجينه، ما شاء الله يعني سيبناها ارتاحت وعليت، ويعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجه ايه جميله. طيب بقيت بقى المكونات اللي هنكمل بيها شغلنا، ربع مكيال لبن، يعني شويه لبن يعني، سمسم، دقيق هنبدر بيه عشان الفرد. طيب العجينه هنبدا نعمل فيها ايه؟ هنبدا نكورها عده كور، تمام، او نقطعها يعني. طيب زي ما شايفين انا قطعتها، هبدا افردها. وهنا بعد ما خلصنا العيش وحمرناه ما خدش مننا وقت خالص، والعيش منفوخ اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هقطعلكم كمان رغيف اهو من جوه، تقدري تحشيه وتاكليه اي حاجه يعني.